أنا اسمي دكتور محمد رحال، أنا اختصاصي جراحة عظام ومفاصل، أنهيت دراسة البكالوريوس من الجامعة الأردنية في عام 2009، وحصلت على البورد الأردني في جراحة العظام والمفاصل في عام 2015، ومن ذلك الحين يعني أنا أمارس المهنة. طبعا عائلتي بداية والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا يعني داعمين لي في خلال مسيرتي الطبية، زوجتي، اخوتي واخواتي، طبعا اساتذتي في الجامعة الأردنية في مستشفى الجامعة الأردنية، وايضا اساتذتي في مستشفى جونز هوبكنز ارامكو في السعودية كان لهم اثر طيب في حصولي على خبرة متميزة في علاج أمراض العظام والمفاصل. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة دكتور محمد رحال. بداية يسعد مساك. يسعد مساكم، أهلا وسهلا. كلك سؤال. طبعا في البداية دكتور محمد، حضرتك أخصائي جراحة عظام المفاصل وحاليا صاحب عيادة بعمان. نعم. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أكيد. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. ياتي اليوم انا اسمي دكتور محمد رحال، انا اختصاصي جراحه عظام ومفاصل، انهيت دراسه البكالوريوس من الجامعه الاردنيه في عام 2009، وحصلت على البورد الاردني في جراحه العظام والمفاصل في عام 2015، ومن ذلك الحين يعني انا امارس المهنه. عملت تقريبا لمدة سنة ونص بعد الحصول على الاختصاص في القطاع الخاص في الأردن، ثم اتجهت للعمل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران في المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات. طبعا بعد ذلك عدت إلى الأردن وافتتحت عيادتي المختصة في جراحة العظام والمفاصل في الأردن. بالتوفيق. تحكي لي أكثر إيش هو سر نجاحك وتميزك كطبيب؟ نعم، إحنا في قطاع الطبي يعني نتعامل مع المرضى بشكل عام، مع معاناة الناس، وبالتالي أعتقد أنه من أهم مقومات الطبيب هو التعامل الطيب مع المرضى، الوصول إلى دواخلهم والوصول إلى السبب الرئيسي في أمراضهم، ومن ثم تقديم العلاج الناجع في الذي بطبيعة الحال يفيدهم في حياتهم. نعم، شو هي أهم الخدمات والعمليات اللي حضرتك أنت عم تجريها؟ نعم، خلال خبرتنا في جراحة العظام والمفاصل، يعني العمليات الأساسية التي نجريها هي عمليات تبديل المفاصل، خصوصا المفاصل الكبرى في الجسم من مفصل الورك ومفصل الركبة ومفصل الكتف، وأيضا إجراء المناظير للمفاصل لإصلاح الإصابات الرياضية من الغضاريف والأربطة. ولدينا اهتمام خاص في جراحة عظام الأطفال وعلاج مشاكل خلع الورك وتطويل الأوتار ونقل الأوتار لمرضى الشلل الدماغي، وأيضا إجراء عمليات القدم والكاحل. نعم، بس نحكي عن موضوع خلع الولادة، إيش هو أسباب أصلا خلع الولادة عند الأطفال وكيف عم بتم علاجه حاليا؟ نعم، موضوع خلع الولادة هو من المواضيع المهمة خصوصا في منطقتنا،
أسباب خلع الولادة أو العوامل التي تزيد من نسبة خلع الولادة في الأطفال، العامل الأساسي هو وجود سيرة مرضية عند الأهل. العوامل الأخرى وضعية الطفل داخل الرحم، في وضعية الجلوس تزيد نسبة الإصابة بخلع الولادة. أيضا في الطفل الأول وكما ذكرنا في الجنس الأنثى يكون نسبة خلع الولادة أكثر. هلا بالنسبة للعلاج، فأفضل طريقة للعلاج هو التشخيص المبكر. في حالة التشخيص المبكر لخلع الولادة فإننا نستطيع علاج معظم الحالات وبنسبة عالية تفوق 90% بواسطة أجهزة خارجية بدون الحاجة إلى إجراء أي عمليات. ومن ثم العلاج أيضا يعتمد على عمر المريض أو عمر الطفل. في إذا كان تشخيص المبكر في عمر أقل من 3 شهور، معظم الحالات زي ما حكينا بيتم العلاج فيها عن طريق أجهزة خارجية بدون الحاجة لعمليات. بعد 6 شهور تقريبا ممكن نحتاج لوضع الجبس خارجي، وفي الحالات تتعدى السنة فهي قد تحتاج إلى إجراءات جراحية لإرجاع المفصل داخل الحوض. نعم. مفصل الحوض. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ نعم، أتشرف بلقاء سيدي صاحب الجلالة الهاشمية. طبعا بحب أشكره على دعمه المتواصل للقطاع الطبي ولقطاع الشباب، وخصوصا في ما يختص السياحة العلاجية. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ نعم، طبعا عائلتي بداية، والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا يعني داعمين لي في خلال مسيرتي الطبية، زوجتي، إخوتي وأخواتي، طبعا أساتذتي في الجامعة الأردنية في مستشفى الجامعة الأردنية، وأيضا أساتذتي في المستشفى مستشفى جونز هوبكنز أرامكو في السعودية كان لهم أثر طيب في الحصول على خبرة متميزة في علاج أمراض العظام والمفاصل. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع العيادة وكيف الناس بيقدروا يتواصلوا معك؟ أكيد، احنا العيادة موجودة في منطقة الشميساني مقابل طوارئ مستشفى التخصصي في مجمع أبو عيد بلازا الطبي الطابق الأول، وعندنا طبعا صفحات على السوشيال ميديا من فيسبوك من انستغرام وأيضا على جوجل مابس، وطبعا أرقام التليفونات موجودة. معظم أيام الدوام راح تكون من الساعة 11 للساعة 5 ما عدا يوم الخميس من الساعة 11 للساعة 3 بعد الظهر. شكرا لك. لا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أود أن أشكر الدكتور محمد رحال على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شكرا جزيلا. شكرا لك. شرفتوني.